طلابنا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. And I ask Allah subhanahu wa ta'ala to bless and keep you all safe, inshallah. Today we are going to talk about a subject which is titled Write Numbers in English. كتابة الأرقام باللغة الإنجليزية. إخواني، هذا الموضوع موضوع بسيط وشيق اختاريته لكم، طبعا هو موجود بالكتيب الملحق لكتابكم المنهجي، والكتيب عنوانه English for Engineering and Science، موجود متوفر بالتعليم المجاني. كما هو معروف لكم، الأرقام باللغة الإنجليزية احنا أخذناها كنا مراحل أصغر من هاي المراحل. الأرقام هي 1, 2, 3 and so on، وعشرات ومئات، العشرات والمئات، الهندردز والآلاف، الثاوسنس، وعندنا مليون وعندنا بليون، الأرقام الكبيرة باللغة الإنجليزية ايش تنكتب. وعندنا مشتقات صفات من الأسماء، مثلا الأول first من رقم واحد، بنقول الفيرست نمبر، الرقم الأول، أو الفيرست ليفل، المستوى الأول first، السكند بالنسبة للتو، والثيرد للثري، والفورث والفيفث والسكث، نضيفين تي اتش and so on البقية. فهنا أخواني، هذا الموضوع بكل بساطة، شلون نكتب المعادلات الرياضية أو أرقام رياضية نكتبها بشكل صيغة، يعني جملة كاملة معرفة باللغة الإنجليزية، تمام؟ طبعا شلون نكتب بشكل مبسط لكم، كأنما شلون تكتب تلفظها أو شلون تقراها حتى بالعربي تكتبها. هسه نجي شلون راح نسوي هذا الشيء بالتدريج. طبعا لو ناخذ هسه هذا المثال وشلون نكتب هيك صيغه بالرياضيات، وبالمناسبه تخيل نفسك انت تقرا، لازم بيدك ورقه وتقرا معادله رياضيه او فد رقم طويل، واكو شخص او مجموعه اشخاص ما يعرفونها، ما شايفين هذا الرقم، وانت تقراه قدامهم امامهم، يعني او لازم بيدك، يعني ما يشوفوه هم، فقط انت تقرا، فريدك بحيث من ترد لهم اياه يكتبوه هم. هذا الوصف، يعني ها شلون نكتب باللغه الانجليزيه هكذا. فخلينا نجي على هيك مثال. مثلا عندك بالورقه مكتوب y equal to تحت الجذر 3 plus x، هم ما شايفين هاي المعادله، انت راح تتلوها عليهم. شو تقول لهم اخواني؟ y equals، تمام، يساوي، يقابلها كلمه equals يساوي، لان هذا مفرد تاخذ s الشخص الثالث، equals يساوي square root الجذر التربيعي 3، موجود جوا الجذر باوع، هنا عندك بالمثال 3 تكتبها كلمه كامله، plus هذا معناته زائد x. طبعا يجب انك فهم وحفظ، تحفظ لدن الكلمات اللي راح تدرج لك، الايكوالز، سكوير، البلاس، هاي ايدك تعرف انك، انا إن اكيد مرات عليك بالمراحل السابقه. طيب هذا كان عندنا جذر تربيعي. اذا عندنا جذر تكعيبي اخواني، هم نفس الشيء، واي بروح اساعد المثال هذا، واي ايكوالز كيوب روت 3 بلس اكس، نقطه انتهت بها الجمله، واضح؟ هاي بكل بساطة. طيب إذا عندك أرقام، راح نأخذ أرقام، نبدأ من الكبير للصغير، راح أشوف لك التدريج. عندك هذا الرقم، أنت إذا ما بي فوارز، طبعا باللغة الإنجليزية المفروض أكو فوارز، بس إذا جاك هيك رقم أيضا نفس الشيء، راح تبدي كأنما تقرأ باللغة العربية. شلون نقرأ باللغة العربية إخوان؟ باو هذا 1 2 3 4 5 6، 6 مراكز، إذن مراتب، إذا هذا مليون، تمام. فشلون نقرأ باللغة العربية؟ نقول مليون، تمام، حاجة ترجمها 1 مليون، 234,000، أجي أقول 234,000. شوف كأنما نفس اللي دا أقوله بالعربي دا أحكيه بالإنجليزي، 567، 567، فول ستوب، واضح؟ شوف قد بسيط، شلون دا أحكيه باللغة العربية تكتبه باللغة، وتحكي باللغة الإنجليزية وتكتبه باللغة الإنجليزية هكذا. 1 مليون، مليون، 234,000، 567، بكل بساطة. طيب بس إذا قللت مرتبة، شو راح أقول؟ صارت عندي بالآلاف، كانت بالملايين، بس بالآلاف، 234,567، بكل بساطة، واضح؟ وإيدك تحفظ لها الكلمات، المليون تحفظها، هي سبيلنج مالها، والهاندريد
تمام، لان راح تجيك يعني على طول وياك راح تصير حتى بالامتحان عم تيجي عندك. راح ناخذ اصغر من المئات بكل بساطه 500 وسبعة وسبعة وست وسبعة وستين 567 كأنما لغة عربية مباشرة أترجمها للغة الإنجليزية. شوف عندك لك هذا الرقم هو مو غريب، شوف كم مرتبة بالمئات الآلاف 100,000 100,000 29 تمام. شوف جد بسيط. طيب مرات اخوان تجيك بص باللغه الانجليزيه هي بهيج صيغه، طبعا لو تشوف بالانجليزي اخوان يخلون فوارز بالارقام الكبيره، من يتجاوز الالف يخليك ارقام، حتى بالكالكوليترز مالتكم بالحاسبه اليدويه من تستخدموها بالامتحان يقوم يعطيك فوارز من تعطي رقم كبير، نفس الصيغه بس اضيف مجرد كلمتين اضيفهم نفس الحكي 1 مليون كوما تمام، هاي على هاي الكوما الاولى 1 مليون كوما 86,181 يعني على هاي المية واحد وثمانين 0.86 هاي الملايين وهاي الآلاف وهاي المئات وهاي الصغيرة جدا تمام اللي هي 86 اللي بعد البوينت. شوف طيب أرجع مرة ثانية على المعادلات، هسه كملنا بالنسبة للأرقام هسه أرجع على المعادلات. إذا جتنيش معادلة دالة رياضية الفانكشن بيش تبدي ب y equal طرف الايسر المعادلة يساوي طرف الايمن اللي هو x تربيع plus 10x minus 3. هاي شلون اكتب اخواني؟ طبعا بالامتحان تجيك صيغة ويقول لك يعطيك النقاط او يقول لك كمل املأ الفراغات او اكتب لي هاي المعادلة الرياضية شلون تنكتب forms in English language. بكل بساطة ال y تيجي كما هي equals لان ال y مفردة equals تساوي x باو انتبه على المكتوب الأحمر عمود تحفظه x to power 2 مرفوع للقوة 2 أو x2 أس 2 plus وينها هاي طيب العشرة في x ايش راح اسميها؟ شوف باللغة الإنجليزية الضرب هو multiplied by or times نفس الشيء، فنش نقول plus x times 10 or x multiplied by 10 تمام؟ هاي شو الإشارة؟ ماينس ناقص يعني 3 تمام؟ فول ستوب انتهت المعادلة مالتي. شوف شو جد ببساطة كلش موضوع بسيط. بالنسبة للقسمة عندك هذا التعبير y equal x over 10 هذا شو أنا كتبه؟ y equals لأن هاي equals ليش؟ x تمام؟ divided by or over. من اقول لك or اخواني من اقول لك or معناته يتحمل الوجهين، انت براحتك تختار واحد من عندنا انت شوف يا الاروح لك او يا المعتاد عليه انت تستخدمه. الصيغتين صحيحات y equals x divided by or ايش تقول x over 10 يا اما تقول x divided by 10 يا اما تقول x over 10 تمام فول ستوب وتنهي الجمله. طبعا عندك هنا اذا كان بين قوسين شوف نفس هاي المعادله السابقه بس هنا خليت لك بين قوسين نفس الحكي y equals بس تضيف شنو هذا البراكتس لازم تضيفه يعني هذا القوس لازم تحكي قول y equals bracket يعني قوس x to power 2 اجي نفس المعادله اسردها x to power 2 يعني الاكس مرفوع القوه 2 هنا المفروض اكتب 2 اسف سوري وهنا ايضا همين اكتب 2 يعني ككتابة اسف ان انا يعني غلطان بهن plus x times or multiplied مو قلنا الضرب by 10 minus 3 ولا تنسى القوس السدة bracket instead لازم لا تنسى bracket to power 3. طبعا اكو صيغ اخواني يعني ممكن اعبر عن هاي المعادلة بصيغة اخرى بدل ما اقول bracket ورا ما اكمل المعادلة اخر شيء أقول all to power 3. طبعا هاي صيغة لقيتها ببعض المصادر بس أنا أعطيتك هذا يعني تبراحتك بعد هذا قدامك عمود تستخدم إذا تحب الامتحان يعني بدل ما أقول براكت أقول ورا ما أكمل بكملة الجملة عندي شو بعدين شو أقول آخر شيء أقول all to power 3 ماكو داعي بعد أكتب لا البراكت الأولى ولا البراكت الثانية all to power 3 وفول ستوب أنهي بيها الجملة واضح إن شاء الله؟